فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بشلل كامل ولا يستطيع أن يومئ بشيء من جسده فكيف يصلي؟ وهل تكفي النية أن ينوي السجود والركوع؟ هذا بعض العلماء يقول يسجد ويركع بقلبه أو ببصره بعينيه وطرفه، ولكن هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. الأحاديث وقفت عند إيمائه برأسه، فإذا لم يستطع الإيماء برأسه فالحديث تدل على أنه ما عليه الصلاة في هذه الحالة. قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر. نعم.